ولا نزال مع دورة ألعاب التضامن الإسلامية الخامسة، حيث توج لاعب منتخب الكويت الوطني للدراجات الهوائية سيد العلي اليوم بالميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة، وأنهى السباق في المركز الثاني بزمن بلغ 30 دقيقة و55 ثانية. وتشارك الكويت في هذه الدورة بنحو 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 ألعاب مختلفة.